حميد الحوصلي من مدينة القنيطرة، كنتمو لجمعية الأمم لفنون الحرب. بالنسبة للماراطون داز في أجواء رائعة، رغم أن المطاف كان صعيب شوية، فيه لي كوط بزاف. وبالنسبة لي أنا أول مشاركة في الرباط، وخا يعني الرياضة بديت يلا 6 شهور، واليوم الحمد لله حطمت الرقم القياسي ديالي. أما كنت درت شي 37 36، كان الرقم القديم كان عندي 38. وكنتمناو من الدراري اللي معنا في الجمعية يديروا شي توقيت زوين. سليم العمراني، هذه أول مرة لي هنايا في المغرب كنشارك، مولف نشارك في برا، كنت طالب في روسيا. المطاف كان المسار كان صعب، كنشارك نفس الحاجة مع الصديق ديالي، دربنا مجموعين هذه المدة ديال رمضان واخا كانت صعيبة، وكنتمناو الخطرة الجاية يكون التنظيم ما أحسن. التنظيم الانطلاقة اللي كانت ما بين جمعوا 10 كيلومتر و 21 والماراثون كان بزاف ديال الناس، سينو التنظيم اون جينيرال كان هو هذاك، من غير زعما العدد ديال الناس. مرحبا، السلام عليكم، معكم محمد عثمان من مدينة القنيطرة. كنشكروا الصحيفة ديال اليوم 24 على الاستضافة والتغطية ديالهم لهذا الحدث هذا وكاع الأحداث الرياضية اللي كنشوفوا في المغرب، كنشكرهم جزيل الشكر. بالنسبة للمدة اللي بديت بها تقريبا عامين، تقريبا شبه محترف. قدرت اليوم واخا المطاف كان شوية في واحد المطافات، ولكن حاولنا نتجاوزوهم، قدرت نحقق توقيت ديال 36 دقيقة، حطمت بها الرقم الشخصي ديالي. وكنشكروا الجميع الملكي على التنظيم هذا، وكنتمنى ان شاء الله يكونوا احداث كبيره ويكونوا عدد المشاركين اكثر واكثر اكثر من هكا.